جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي مكشوفة الرأس وتلبس ثيابا بدون أكمام وإذا قابلتها سجدة؟ فهل لا بد من لبس ملابس الصلاة كاملة في الصلاة؟ وهل يجب لبس الشراب في الصلاة في البيت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة خالية عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، نعم، فلا بأس أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس ما شاء الله، أو مكشوفة الكفين ما شاء الله، أو ما جرت العادة بكشفه، ولها أن تسجد إذا مرت بآية سجدة، لأن السجود تابع للتلاوة. طيب. ويسمى سجود التلاوة، هو تابع لها ومن أحكامها. وأما لبس الشراب فالمطلوب ستر القدمين في الصلاة، سواء بالثوب أو بالشراب. إذا سترته بثوبها، سترت القدمين بثوبها كفى هذا، أو بالشراب كفى هذا. المطلوب هو ستر القدمين. نعم.